غريب مش من أهل البلد يا حاج. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله مش هو. مناع لو ما حدش عرفوا دفنوه. امال احنا هندور على مين اذا ما كانش ده؟ على صندوق في حاجات مهمه يا مناع. لقيته وهو دلوك عندي في البيت مع سيد. لقيتيه فين؟ مع زهره. لقيته مع اخته. زهره عرفت حاجه؟ لا اطمنوا. فضل مولد يا محمد. احمد روح بيتك، ما فيش حاجه حصلت. مناع حاسب الناس ومشيهم. والصندوق لقيناه. خلص يا مناع وما تسالش كتير، روح وخلاص. يلا وانتو عرفتوا؟ لا بس قلبها حس. لا اله الا الله. وهو فين دلوقتي؟ قاعد جوا، حطيت له ياكل بس هو زعلان عايز ابوه. اخش له. لو كان ابوه يستحمل كان قال لي بدرة وخلي الوال. وهي بدرة تسكت؟ ما تتفلم، ما كنا نتجوز ودي ونطلق ودي وما حدش يقدر يفتح خشمه. ما حدش زي التاني يا ولد ابوي. دي اخرته اللي تصرف من دماغه. معلش ربك يسويها. الغلط والمدارية اخرتها مصايب يا توحيد، وانا ما تعودتش عمري اخبي على حاجة او اخاف من حد. الضرورة يا ولد ابوي. خش له. ممكن ادخل يا استاذ باسم؟ تفضل يا عم. من شابه اباه ما ظلم. كل اللي عبدي علشانك. انت ايه اللي خلاك سبت البيت وخرجت؟ صحيت لقيت نفسي لوحدي وبابا وحشني. حبيبي اي حاجه تعوزها تقول لامك توحيد. انا عاوز بابا وعاوز ارجع مصر لخالته هناك في شقه ماما. هتشوف بابا وهتسافر مصر وكل اللي انت عاوزه، بس واحده واحده يا ولدي. انا هرتب لك كل حاجه. انت دلوقك راجل كبير ولازم تسمع كلام عمك. اتفقنا؟ اتفقنا، بس شوف بابا. حاضر يا ولدي هتشوفه. مين فيهم العيل الصغير اللي بتدور عليه؟ الله يخرب بيتك يا هضبي، جايب لي مدرسة. انت مش بتقول عيل صغير تايه؟ ايوه عيل واحد. ما هم دول كل العيال التايهين من اسيوط لحد سهاج. رجعهم لاهاليهم تكسب ثواب. ايه يعني مش واسطيهم يا حاج؟ لا لقينا خلاص. ماشي يا حاج. وموضوعي عملت فيه ايه؟ جواز السفر يكون عندك قريب وهتحج. الخير اللي عملته النهارده ان شاء الله يدخلك الجنه حتف. رجع العيال الناس يا هضبي. ماشي يا حاج. مش هتقول لي خدك ورحت فين؟ بصي انا بقالي 10 سنين محدش سألني كنت فين ولا رحت فين. يعني مش هتقول دي أول حاجة، وتاني حاجة لما يبقى أخويا الكبير هنا حسك ما يطلعش وما تصغرينيش قدامه عشان ما أعملش معاكي حاجة تندمي عليها طول عمرك. بدرة ما تخليش اللي جوايا يطلع. هو انتوا كنتوا هتدوروا عليها في البحر؟ اهدي انت كمان هتركبينا يا بدرة؟ صندوق قديم. صندوق؟ أي جواهي. ورق مهم. ورق مهم. ورق مهم. ها حجج الطين كلها في المنظرة القديمة اللي هدها وانت غايب.
هدها هدها، هو حر. انت ليه مش حر؟ بدرة هتسكتي ولا لا؟ هتدور عليه في المال. ولك حسابات قديمة. عاوزة توصل لإيه؟ الحقيقة، الحقيقة يعني، أنت ما تعرفش أنا عملت إيه وأنت غايب. عملت إيه؟ اللي هنعدوه ونزيدوه قدامك حاجة من التنين، يا تسكتي يا حرب عليك اليمين. برضه هتنام جاري؟ والله ما هخش اوضته، ليه راجل كداب. يا ام ابوي شكله مهموم والغربه هدته، ما تبقيش انت والايام عليه. الغربه هدتني انا بس، النار اللي جوايا ما علمهاش الا ربنا. شفت اللي حصل النهارده؟ ايه زهرة، ما تبقيش تحكي لهم. مفيش، ايه شغل عيال صغيره دي؟ ابدا، جيت البيت لقيتك لا انت ولا ابوي، وعمتي توحيد جت سالت عليكم. مش عوايدها يعني تيجي توحيد؟ تلقى ابوي وحشها. ما بقتش فاهمه العيله دي خالص. اتخمدي. وبعدين يا مهم اخرتها ايه؟ مركبك هتلسع على ايه؟ هتشيل مين ولا مين؟ قلت لك روح، مش ناقصة هبل. في يا مناع؟ عاوزين من راجل عمل فيها عبيط يا عم الحاج. واحنا مالنا ومال مخاليك ربنا نزعجوا لهم ليه؟ تعال يا ولد. عاوز اي حاجه؟ قصوا عني لو قول يا مناع، سيبنا وحدنا. يا عم الحاج ده عبيط عبيط، يحورك ولا حاجه. قلت لك غور.